عندما نتحدث عن غزة مشاهدينا بعد هذه الأشهر الطويلة الدموية، كنا نعتقد في بداية غزة أنها أسابيع أو شهر وتنتهي، لكن يبدو أن المشهد الآن الدموي بات مشهد مؤلم ومؤرق بكل دقيقة تمر على مسامعنا ومشاهدنا فيما يحدث لأهلنا في غزة. السؤال العريض اللي بيطرح نفسه، غزة إلى أين وغزة إلى متى؟ لذلك اسمحوا لنا أن نرحب أيضا بضيف برنامج بيت للكل، الخبير في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية الأستاذ أحمد سيد أحمد. أستاذ أحمد، غزة إلى متى وإلى أين؟ أهلا بك لانا وأهلا بك شافك. في الواقع لانا هذا سؤال صعب وسؤال كبير وعميق، لأن على خلاف ربما ما شاهدناه من جولات يعني مواجهات ما بين القوى الفلسطينية وقوات الاحتلال على مدار ربما العقد والعقدين الماضيين، هذه الجولة وهذه هي الأكثر دموية والأكثر إلاما حقيقة. يعني بلغة الأرقام، يعني حصلت 8 أشهر أكثر من 120 ألف ضحية، ما بين يعني 37 ألف تم تسجيلهم من النساء والأطفال معظمهم، وهناك عشرات الآلاف تحت الأنقاض. لأن أنا في اعتقادي الأسوأ هو يعني لم يظهر بعد ولم يتكشف ما يحدث على أرض الواقع. تم تدمير 80% أو 85% أو 90% من مباني قطاع غزة. لم تعد غزة كما غزة، يعني غزة ما قبل 7 أكتوبر تختلف تماما عن غزة ما بعد 7 أكتوبر. إسرائيل استغلت للأسف يعني عملية طوفان الأقصى كذريعة حقيقة لإعمال آلة القتل الجماعي، لإعمال آلة التدمير الشامل. رفعت شعارات ثلاثة: القضاء على المقاومة، تحرير الأسرى، منع أي تهديد من غزة. هذه شعارات ظاهرية، لكن الأهداف الحقيقية كانت أكبر وأسوأ ممنهجة في محاولة تصفية القضية الفلسطينية. وهذا ما رأيناه على 8 أشهر المستمرة، أولا من استخدام كل أنواع القتل والسلاح المحظور وحتى الفسفور الأبيض، وكلها أسلحة أمريكية. يعني الخبراء العسكريين دائما يقولون لم يحدث في حرب غزة هذه لم نشهدها في كل الحروب حتى الحرب العالمية الثانية. أولا من حيث عدد الأطفال تم قتلوا بدم بارد حقيقة، أكثر من 15 ألف طفل لم تحدث في حرب قبل ذلك. أيضا حجم هذه الدمار الشامل في بقعة لا تزيد عن 365 كيلو متر مربع، والحرب داخل الأماكن السكنية، ليست هناك جبهات عسكرية كما نرى في الحروب منفصلة، ولكن الحرب تدور في المباني. رأينا المذابح، تلو المذابح سواء من شمال قطاع غزة في بيت حنون، بيت لاهيا، ثم بعد ذلك رأينا في جباليا، وعندما يتم قتل المئات في لحظات بكل أسلحة F-16 والأسلحة المتقدمة أمريكيا. كل هذا بيعني ماذا؟ أن إسرائيل استغلت هذا الأمر لإمعان القتل الجماعي في الفلسطينيين، ودعم هذا للأسف بمقالات مقولات دينية غير حقيقية في قتل الأغيار وقتلهم بهذه الصورة. لكن أكثر إلاما حقيقة لنا هو الموقف الغربي الذي كان صامتا بل مبررا لما تكون به إسرائيل. عندما نجد الغرب الذي انتفض مع أوكرانيا واستقبل اللاجئين الأوكران وانتفض عسكريا وقدم أكثر من 180 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا فقط لأهداف سياسية تتعلق باستنزاف روسيا وإفشالها في أوكرانيا طبعاً. وتضحية حتى بتضحية أوكرانيا، بس هي صراع قوة كمان، يعني موضوع كان فيه صراع قوة وكانوا ينصرون الضعيف من وجهة نظرهم وهي أوكرانيا، ولكن عندما انقلب الحال ورأوا ما في غزة بالعكس كانوا ينصرون إسرائيل وما زالوا حتى اللحظة.